إذا معنا في هذه الأثناء السيد ستيوارت كول وهو كبير محلل الاقتصاد الكلي في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا ستيوارت. يعني الآن أزمة سقف الدين الأمريكي يبدو أنها قد شارفت على الانتهاء بشكل نهائي بعد أن أقلقت الأسواق، ولكن يعني رغم هذا التمرير من الكونغرس، هل هذا هو كل شيء أم أن هذه الأزمة تكشف ربما عن خلل أيضا يقلق الاقتصادات الأمريكية والعالمية؟ أعتقد أننا سنشهد حلا لأزمة الدين، وأعتقد أن المقترح والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب سيتم تمريره وموافقة عليه من قبل الكونغرس. من المهم أن ندرك أننا نمر خلال هذا الأمر بطريقة منتظمة في الولايات المتحدة. لديهم هذا التنظيم الغريب حيث أنه ينبغي رفع السقف كثيرا. وهل مكارثي أو بايدن فيما يتعلق بالتعثر سوف يؤديان إلى التعثر؟ لا أعتقد ذلك. دائما ما سيكون هناك توصل إلى اتفاق، وما سنشهده حتى الآن هو الأمر الاعتيادي والمعركة الاعتيادية حول هذا الأمر طوال الوقت، وأعتقد أنه سيكون هناك صفقة كما يحدث دائما. نعم سيد ستيوارت، يعني الملفت اليوم هي التصريحات المتضاربة التي شاهدناها من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، والذي تحدثوا بأنه من بعد ما كان هناك تسعير لعملية رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع المقبل، لكن يبدو بأن هناك التحول اليوم لعملية تثبيت والتسعير لهذا الأمر. برأيك إلى أي مدى هذا التفاوت والتقلب الذي توصلنا إليه مؤخرا بالنسبة للتوجه للأسواق، وأيضا بالنسبة لتحركات الأسواق في وول ستريت من بعد المكاسب التي شهدناها خاصة من قطاع التكنولوجيا؟ أعتقد أن إيقاف معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي هو الأمر الأكثر ترجيحاً. لنأخذ في الاعتبار أنه الإضافة إلى التجديد الذي حدث حتى الآن، لدينا الأثر الخاص لأزمة المصارف، والذي كان يقدم صدمة غير متوقعة خلال الأشهر القليلة الماضية. ويستغرق الأمر وقتا لتجديد السياسة النقدية أن يؤثر فعلا على الاقتصاد الحقيقي. أعتقد أن ما سيحدث هو ما يقوله جيفرنس أن هذا ملائم، وأعتقد أن هذا لم يكن غير متوقع، وقد يكون منطقي بالنسبة للفيدرالي. إذن علينا أن نثر التجديد وما سيحدث بعد وقت، وعلينا نأخذ في الاعتبار أيضا أن الأثر الخاص بأزمة المصارف. إذن أسواق الأسهم يمكننا أن يكون ذلك علامة إيجابية في الوقت الحالي، إن نطاق التجديد كان متوقعا ولكن ربما ليس قويا كما تم التفكير فيه. دعنا ننتقل إلى النفط. سيد ستيوارت كول وهو لاعب رئيس في المعادلة الاقتصادية الآن، ونحن مقبلين على اجتماع أوبك. كانت عدم التوصل للاتفاق في سقف الدين واحد من العوامل التي تؤثر وأثرت على النفط بالفعل تبعا لحركة الدولار بطبيعة الحال، والمخزونات الأمريكية أيضا لعبت دور في ذلك. الآن اجتماع أوبك أيضا المقبل على الأبواب، ما هي أبرز العوامل التي سيستصحبها المجتمعون في أوبك بلس لتحديد اتجاههم؟ بالنسبة لأعضاء أوبك بلس فإن القلق هو أثر النفط على التمويل الحكومي، وارتفاع أسعار النفط من الواضح كان جيدا بالنسبة لأعضاء أوبك. ولكن المشكلة هي أننا لم نشهد توازنا مستمرا في أسعار النفط بعد التخفيض الذي أعلن عنه مؤخرا، والأسباب تشير إلى أن الأسواق العالمية قلقة بشكل متزايد بأن يكون هناك ركود عالمي. لم نشهد التعافي في قطاع التصنيع الصيني كما هو متوقع بعد سياسة أو انتهاء سياسة صفر كوفيد. إذن هناك توقعات بتباطؤ عالمي، وقرار أوبك بلس
لرفع أسعار النفط. هذا ما فاقم التباطؤ العالمي، وأيضا هذا ما سنشهده مستقبلا. أعتقد أن في الوقت الحالي الأمر صعب، وشعوري هو أن أعضاء أوبك بلس سوف يبقون على مستويات الإنتاج كما هي. نعم، إن تحدثنا عن هذا البند، لكن الملفت اليوم أيضا بالنسبة للبيانات من الاقتصاد الصيني والتباين الذي نشهده في بيانات البي ام اي للقطاع الصناعي. اليوم هناك نمو شهدنا في هذه البيانات الصادرة عن اس ام بي جلوبال، لكن الأرقام التي شهدناها يوم أمس كانت بانكماش لهذا القطاع. برأيك هذا النوع من التباين في هذه البيانات إلى أي مدى تعطي صورة أوضح لثاني أكبر مستهلك للنفط؟ بيانات مدير مؤشر مدراء المشتريات الذي صدر أمس في الصين، علينا نأخذ في الاعتبار البيانات الخاصة بالمسح والتي كانت إلى حد ما مخالفة للتوقعات مستقبلا، ولكن يمكن أن تتغير على الرغم من أنها إشارة إلى ما سيحدث، ولكنني لا أعتقد أنها تعتبر مهمة أو هي كما هي. علينا أن ننتظر أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي وأن نرى ما يحدث حقيقة في الصين، وأعتقد أن النتيجة التي نحصل عليها هي أن التعافي لم يكن قويا كما توقعنا من قبل، ولكنني لا أعتقد أنه بنهاية العام سترتفع الأنشطة كما كانت من قبل. شكرا جزيلا لك سيد ستيوارت كول، وأنت كبير محلل الاقتصاد الكلي في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.